بهتافات الحرية استقبل نواب المعارضة في فنزويلا قانون العفو الذي أقره البرلمان الثلاثاء، فقد صادق البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة على عفو يشمل المعتقلين السياسيين، الأمر الذي سيشعل فتيل معركة سياسية مع الحكومة الحالية التي تعهدت بعرقلة دخول القانون حيز التنفيذ. الرئيس نيكولاس مادورو أكد أنه لن يوقع هذا القانون. إنهم يستعجلون الأشياء من يوم لآخر ويمررون قوانين تحمي القتل والمجرمين ومهربي المخدرات والإرهابيين. تأكدوا من أن هذا القانون لن يمر هنا مهما فعلوا. العفو ينص على الإفراج عن 76 سجينا سياسيا ويعفو عن منفيين معارضين لتيار الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما، كما يشمل المعارض ليوبولدو لوبيز الذي يقضي حكما بالسجن مدته 13 سنة بعد إدانته بالتحريض على الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا قبل عامين.